ضح اسمعي، بدي احكي لك شغله. اول شيء انت عارفه الدعم اللي عندي مين، اقسم تمام؟ بالله لا نعرف، لا انت عارفه مين، وكل اقسم بالله. مره بتعمل فمش مع برنامج عزم الله. ضحى بتصير شو الدعبول؟ اسمع بقول لك شيء، ضحى بقول لك ضحى شيء. ضحى. انا تعال بحكي لك خليني شغله اتكلم. انا ضحى، لما خلينا نحكي اخلص شغله. الجوله، انا لما بحكي انه اللي عندك دعم خوف ولا حاجه، مش معناها انا بحكي على اللي عندك. يعني انا لا انت هي حكيتي كلام، عن اللي كلام عندي، عام. وانت عارفه مين اللي عندي يا ضحى، انت عارفه يعني مين انت اللي لما عندي. تقول لي، يعني انت وكل لما تقول لي اللي عندك على الصدام وبلا اراهم لا شيئا، لا يعني لا كلام مش انت شو حكيتي؟ صرتي تحكي عمليه العقده من زمان، قرحه بالمعده وبالاعصاب. هاي الفيديو عندي موجود. انا ضحى بدي احكي لك شغله، انت عارف انه اللي عندي خط احمر، خطوط حمراء، واكثر من مره صرتي صدقني. تحكي انت ذلك. اللي عندك، سامحني، محسوب. طيب هاي دعبول بلوك. تحترمني يلا. نحترمك. ها لا لا انت مش محترمه، وهي بلوك وفرصه سعيده، مش راح العب معك مره ثانيه. يلا معك مره ثانيه. يلا بلشنا دراما، بلشنا دراما. هاي هالدراما. بلشنا دراما، بلشنا دراما. هاي هالدراما. وهدو كلام دائما لما دعبولي يجحفل ابصر شو. عشان اكون معكم صريح صريح، عشان اكون معكم صريح والله العظيم، في ناس يعني ما بتحب الا الخير، بس هذا اللي بدي احكي لكم اياه. والله العظيم في ناس ما بتحب الا الخير، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله والله العظيم. انت لما تشوف تفاصيل وجهها بتعرف انه هي ما بتحب الا الخير كمان. والله بس هذا اللي عندي. كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ الله يهديك يا دعبول، والله الله يهديك. نقول لك كان الله يهديك يا اخي، الله يهديك دنيا واخره. هذا شنو نقول لك؟ الله يهديك، ان شاء الله ربي يهديك. والله لا والله ان شاء الله ربي يهديكم الناس الكل، الله يهديكم. وصليوا على النبي في التعليقات يا جماعه، اقسم بالله الوحيد. يعني يمكن انه ناس ما نتملى، فماش ناس يمكن عدائي يمكن ما نتمنى لهمش الخير، اما دعبول ما نتمنلوش الخير. الله يهديك. عادي. والله اني بعزه كثير، لكن الله يهديه. خسارة للأسف. وترى الداعم اللي عنده جماعة صلاح انا وياه من زمان، وجا دعمني وتلاقينا في دبي. فين تلاقينا؟ في قطر ولا في دبي؟ وتصالحنا بعد. مش كتبتوا لي اسمه؟ انا صدقوا بالله نحكي على دعبول ده قارته. انا مزعل نحكي على دعبول اني انا قارته من زمان. يعني راح هو كان في والله داعم، رجعت انا وياه صحاب يعني، لكن انا قلت قارته من زمان نحكي على دعبول.
شفتوا كي تجي كل شيء رجعنا تصالحنا من زمان وجد عمي وصحاب صرنا الله يخليك يا أنس، شكرا والله. قلبي ما بغاش يكرهك. يا ربي عليها كش عملت لحياتي أنا، مش كل مرة مشكلة مع حد. قال مش محترم عادي، انا ما نبررش الاحترام يعني نفرضوه، مش لازم ضروري يعني انسان يقول يا من قال في ناس كلام وهم عكس الكلام ذاك، لكن المشاكل هذه الكثرة صورة، ويعني لكن عاد الحمد لله على كل شيء جماعة. ربي يهدي الناس الكل، وبالنسبة لداعمين يعني أنا قسم أنا من الأول مفكرة صالح ليبيا أصلا دعمه، أنا والله مفكرة صالح ليبيا وعلى عيني وراسي دعمه، الله يهدي. وجعني برشا اليوم، هو يعرف قديش انا نعزه. بلي جماعة لا تقولوا لي لا تطلعي معاه، مش كل شخص تصير مشكلة بيني وبينه تقولوا لي لا تطلعي معاه لا تطلعي معاه، وما عاد يتحكم فيا ولا حدا في البرنامج، انا متابعيني انتم معايا، معناها صار سوء تفاهم، كان كل واحد بيني يصير سوء تفاهم نقطعوا العلاقه ما يجيش، يعني ما يجيش. انا راح تلاقي انا وياه دعبول في الحقيقه، بقولها لكم راح تلاقي انا وياه في الحقيقه وافض الموضوع في الحقيقه، لانه ما صار يعني هو فهمني غلط وخلص، مستحيل افضها في السوشيال ميديا. ملاحي يبعث لي هو وقايا يا خي، اصلا ما بقدر يمكن اعمل معاه اليوم نعمل بلوك، هو اعملي بلوك خلص الله يهدي. ترى حتى اياد الله يهديه، يعني اياد تعرف ان انا مستحيل اغلط عليك، خلاص يا اياد يعني ليش كل مره هيك، يعني الله يهديك ليش ترن عليه وتقول، الله يهديك يا اخي والله، الله يهديك يا اياد اخي، صالحنا من زمان وتلاقينا وانبسطنا، يعني عليه هكا الناس تتفرج الناس تشاهد والناس ومشاكل.
خلص جماعة يلا عطونا جيست نغيروا جو ونضحك خلص. الله يهدي الله يهدي مخلوق. كثرونا بلاي تعليقات الكل يا جماعة. أنا كثرونا بلاي تعليقات الكل يا جماعة. أنا متابعين يا نحب متابعيني غير المتابعين كلهم. صلاة والسلام على أشرف المرسلين في الـ في الـ في الـ في الـ التعليقات. استغفروا ربي بالله أمان راهو الفتنة أشد من القتل. بالنسبة لي أنا راضية باللي عملته. أوكي صليوا على النبي يا جماعة. استغفروا ربي بالله زي ما كتكتبوا في كلمة 166 مرة نحضر خليوها. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أكثر كلمة. راي تصنع معجزات الكلمة ديكا. والله والله تصنع معجزات محمد أكثر كلمة. راي تصنع معجزات الكلمة ديكا. والله والله تصنع معجزات. كلمة استغفر الله كل شيء يعني. فنحاول نصلي على النبي ونحطه ربي في بيننا حتى احنا. اللي مش ضايفني سناب يضيفني جماعة. اللي مش ضايفني سناب يضيفني. مازل شوي ونسكر. 2 مليون و 100. الرابط موجود في البايو. رابط السناب موجود في البايو. اوكي حبني وحب غيري سرت في عمري خيال قاني عارف مصيري مالي في قلبك مكان كذب انت وصريح خيال قاني عارف مصيري مالي في قلبك مكان كذب انت وصريح كذب انت وصريح اخ يا رب. 5 و5 5 و5 ما شاء الله ما شاء الله. هو مش باين عليك الاكل من كتر الحقد والذل اللي جواك. الاكل ما بيطلعش عليك. ها نفس ضحى يا خي تدفو اللي تلاقينا بيه في المقهى اليوم. بطنك كثير وجعك. يعني هي ما تاكل حلو لانه بضرها بس انت عايزه تاكل حلو.